السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا مع وصفة جديدة من وصفاتي، اللي هي وصفة شوفلور بالفرن بخلطة خطيرة وجديدة وحصرية على قناتي. اللي ما يعجبوش الشوفلور غادي يولي حماق عليه بهذه الطريقة. طريقة سهلة وكتوجد غير في دقائق. إذا كنتو أول مرة تشوفوا الفيديو ديالي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وما غاديش نطول عليكم، غادي نبداو مباشرة إن شاء الله. واحد الطنجره راني عامله الماء، حاطاه فوق النار يغلى، حاطه فيه ورق الغار وجوج ديال الفصوص ديال الثوم اللي ضغطت عليهم فوق سطح العمل وشويه ديال الملح، وغادي نخليهم يغلاو. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو لواحد الراس تاع الشوفلور، ما غاديش نحتاجوه كامل، وجوج ديال البيضات وجوج ديال الياغورت مسوسين وشويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وجوج معالق كبار ديال الفارينه اللي نسيت ما حطيتهمش في المقادير. وتاني حاجه غادي نوريكم كيفاش غادي يكونوا الحجم ديال الاشجار ديال الشوفلور. غادي نحيد لهم هذا الربيع، هذا هي الطريقه السهله باش نقيو الشوفلور. وغادي نبدي نحيد هكا الشجيرات بلا ما غادي نفرتدهم. انا هنايا عملت شويه اكثر بالنص وخليت واحد الكميه منه حسب البيض والياغورت اللي عندي، يعني خاصني ندير واحد الراس متوسط الحجم، ما يكونش كبير بزاف وما نديروش كامل، يعني نخلي منه واحد الكميه. الا بغينا نعملوه كامل نزيد واحد البيضه واحد الياغورت مسوسه واحد الملعقه ديال الدقيق. انا غادي نبدا نقيه هكا بهذه الطريقه، هذه انا هذه هي الطريقه ديالي باش نقيه. وغادي كل شجره كنقطعها بهذا الشكل هكا، خاص يكونوا شجيرات ما يكونوش كبارين بزاف. باش يطيبو مزيان ويجي داك الشيء، يعني يجي معلك يجي زوين بحال هاد الكبيره هكا. غادي نقطعها هكا على اربعه صايي. غادي نغسلهم مزيان، بعد ما غسلتهم مزيان غادي نديرو في الماء اللي بدا كيغلى فوق البوطه، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى يطيب غير هو، ما نخليهوش حتى يتفرتت. من بعد ما طاب الشوفلور ما داش ليا الوقت بزاف، يعني مره كنراقبوا عليه راه دغيا كيتفرتت. انا حاولت باش ما يتفرتتليش في الماء. عندي هنا واحد البلا ولا واحد البلاطو خاص بالفور ماشي كبير بزاف، دهنته بالزبده. غادي نصفي كلشي الشوفلور ديالي فيه، صفيته من الماء كيف ما شفتوا، كامل المنسمات ما عملتهمش معاه في البلاطو حيدتهم. غادي نوضع جوج ديال الياغورت في واحد الاناء، وكيف ما غادي نعاود نذكركم، الا عملتو كامل الراس ديال الشوفلور خاصكم تزيدوا واحد الياغورت مسوس وتزيدوا واحد البيضه وواحد المعلقه ديال الفارينه ولا الدقيق. وضعت عليهم جوج ديال البيضات وواحد الرشه ديال الابزار ونص معلقه ديال الملحه والزعتر من بعد ما فرتتو، وغادي نخلط. خاصني نخلط مزيان هاد العناصر حتى كامل داك الياغورت يذوب مزيان وهو والبيض، يعني ما يبقاش هكا داك الكتل ديال الياغورت بحال هكا. فهاد المرحله ممكن نزيدو حتى السودانيه الحاره. غادي نوضع جوج ديال المعالق كبار ديال الدقيق، دقيق البيض حتى هو غادي نخلطو مزيان ما يبقاش يبان. وهاد الشجيرات كاملين ديال الشوفلور غادي نبقى نرجع داك العظم ديالهم هو اللي يكون على سطح البلاطو ديالنا، ما خاصش يكون البلاطو كبير، خاص يكون شويه ضيق باش هكذا هاد لاصوص ديالنا كامله تسقي لنا هاد الاشجار هذه، يعني ما يجيوش ما تجيش يعني بعيده عليهم ولا يجي بقى كيسيح منا ومنا. غادي نوزعها بهذا الشكل هذا، وغادي نسخن الفرن درجه الحراره 200، وغادي نعملهم يعني تكغاطا وغير غادي تعقد شويه هاد لاصوص، وغادي نزيد عليهم شويه الفرماج الموتزاريلا من الفوق. ومن بعد ما طابت الوصفه ديالي كيف ما شفتوا، مباشره من بعد ما خرجتها بالفرن وهي سخونه حطيت عليها جبن الموتزاريلا، رجعتها للفرن وهو مطفي غير بالسخونه داب داك الجبن،
وفاش كنت غادي نقدمها حطيت عليها شويه ديال المعدنوس كيف ما كتشوفوا كتزين، وشويه السودانيه الحاره. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم، وما تنسونيش بلايكات، والسلام عليكم ورحمه الله.